Bell Cut. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاي يا شباب نستعرض مهمات الدبل والخصومات اللي حاطينها, اللي هي خصومات كل خميس من اسبوع الى اسبوع, وزايدا جلتش تلفيل يا اخوان بدون متطلبات. تمام, الان نروح عند الانترنت, نروح عند السيارات العادية. تمام, ننزل تحت نحصل هذا اول خصم تقريبا 30% الى 40% تقريبا. تمام يا شباب. طيب, ونروح عند السيارات اللي هي الغالية والفخمة. تمام يا شباب, ننزل هنا نحصل السيارة 900,000 صارت ب500 بعد الخصم تقريبا من 40 الى 50%. تمام يا شباب, زي ما تشوفون هذه, يعني اللي حاب يشتريها يشتريها. تمام يا اخوان. تمام, الان نروح عند اللي هي الوار ستوك اللي هي سيارات الجيش. عندنا اللي هي الشاحنة حقت الجلتشات طبعا اللي هي مهمة. تمام يا اخوان, زي ما تشوفون عليها خصم, بس لكن الاضافات ما عليها خصم يا اخواني. زي ما تشوفون تقريبا نصف السعر تقريبا يا اخوان, يعني من 40 الى 50%. تمام, ننزل كمان تحت شوية بنحصل عندنا طيارة. تمام, اللي حاب يشتريها يعني خصم. تمام يا اخوان, وعندنا هذه السيارة خصم عليها. تمام يا اخوان, هنا ما في اي شيء. تمام يا شباب. تمام, طيب نجي عند اللي هو المقرات. نجي هنا عند اللي هو المقرات. تمام, راح نحصل الفاسيلتي عليه خصومات, يعني مثلا تقريبا برضو 50%, يعني هذا حق الجلتشات عشان اللي نسوي عليه الجلتشات في القناة. تمام يا شباب. تمام, زي ما تشوفون الان عليه خصم. تمام, وعندك كمان اللي هو الاركيد. تمام, عندكم الاركيد اللي هو عليه خصم تقريبا نصف القيمة. تمام يا شباب. تمام, الان زي ما وريتكم الخصومات والاشياء اللي تكلمنا عنها. الان نروح المهام اللي عليها دبل. نروح ستارت اونلاين يا اخوان, بعدين جوب بلاي جوب ستار كريتد, بعدين سونت ريسوس هذه. تمام, من هنا يا شباب من اول مهمه الى هنا كلها هذه عليها دبل. مهمات حلوه ومهمات مره جدا ممتعه, يعني انت واخوياك العبوها. تمام, تلعبونها انت واخوياك, جدا مهام حلوه عليها دبل. تمام, لا هنا بعدين ننزل يا شباب الى ايوه ننزل هنا الثلاثة مهام, او لا مو ثلاثة مهام, او من هنا لين يا شباب لين هنا. تمام يا اخوان, لين هنا هذه كلها مهام دبل. تمام, مهام دبل, اوكي, مهمات مرة حلوة. تمام, بعدين ننزل تحت كمان شوية يا شباب, لسه ما خلصنا. ننزل تحت يصير باقي لنا ثلاثة مهام. تمام يا شباب, زي ما تشوفون ثلاث مهام هذه برضو كمان جدا ممتعة, جدا بالجيت باك وكذا. تمام يا اخوان, جدا مهام ممتعة. تمام, زي ما شفنا خلاص ما في الا هذه المهام المهمات. الان نروح عند اللي هو ما نسميه جلتش, هو مهمة الصراحة يعني, وتعطيك ليفل, يعني ليفل كويس, يعني ما نقول انه ليفل عالي مرة, بس يعني يعتبر انه ليفل يعني. تمام يا اخوان, اللي هو اللي ما عنده يعني مقر الاركيد, وهي اول مهمة يعني انك تجمع صور. تمام يا شباب, اللي هو في المقرات. تمام, اللي هو المقرات اللي قلنا عليها.
اللي هو ذا يا شباب، اللي هو الاركيد. تمام، تشتروا اي واحد فيهم ما يفرق. تمام، تشترون بدون حتى اي اضافات. تمام يا اخوان، يكون عندكم. الان ندخل عليه اللي عنده. تمام يا شباب، جدا طبيعي زي ما تشوفون. طيب الان نروح المهام او السبورة حقت ريستر. تمام، نجي هنا نضغط سهم يمين زي ما تشوفون يا شباب، اللي هي اول مهمة، هذه شايفينها اول مهمة. عاد تبدون تباها انت وخويك، يمديك انت وخويك، انت واربعة، انت وست، انت وثمان، كلها تجي. يعني لو انتم ثمانية اشخاص تدخل موتور سايكل ترسل لخويك وتلعبها بشكل طبيعي. نلعب المهمة بشكل طبيعي، يعني ما احتاج متطلبات ولا اي شيء، بس انه يكون عندك مقر الاركيد وبعد كذا يعني. وما يفرق سيرفر عام سيرفر خاص اللي تحب، يعني ما يفرق انت وخويانك الستة مثلا او الثمانية، يعني ما يفرق. الان زي ما كل اللي عليك، وتكون يعني اهم شيء انك تكون يعني سريع يعني شوي عشان تحصل يعني. تمام، نروح عند الكازينو. تمام، اللي مأشرين عليه. تمام، زي ما انتم شايفين. نروح عليه بشكل يعني طبيعي، ويعني المهمة يا شباب ما تخلص، يعني تقدر تلعبها ورا بعض، يعني مهمة في مهمة. الآن زي ما تشوفون، بس أبو نسلم عليه، بس سلم عليه وامشي. تمام يا شباب، الآن زي ما انتم شايفين، الآن دحين تشوفون الليفل زي ما تشوفون يا شباب، لا زاد الليفل بشكل طبيعي. ترجع مرة ثانية، تقدر تبدأ المهمة، ببدأ لكم من مهمة مرة ثانية ونشوف مع بعض. زي ما تشوفون الآن وصل النص، انكم خلوكم حافظين، شايفين يا شباب. الآن بنروح الأركيد مرة ثانية ونرجع نبدأ المهمة مرة أخرى. تمام، الآن ندخل. الأركيد. الآن نروح عند المهمة. تمام، زي ما كالعادة كما هي نبدأها. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين، يعني مو لازم انك تبي، يعني مو لازم انك تخلص المهمة ولا لا، بشكل طبيعي. تمام، تروح عند الكازينو زي ما انتم شايفين يا اخوان. تمام، انا ما بقطع ولا شيء عشان تشوفون امامكم زي ما تذكرنا النص تقريبا يا شباب، الليفل نص شرطة. الآن بس نمر عليه ونرجع مرة ثانية، ثم نرجع وخلاص كذا يكون انت لفلت. يعني بالذات الناس يا شباب اللي ليفلاتهم ضعيفة لسه توها، يعني اذا خوية عند المهمة وهذا ليفل 13 ولا كان في من تحت المية. تمام يا اخوان، اللي تحت المية يعني يتلفل معاه بسرعة زي ما انتم شايفين الآن. تمام، خليكم متذكرين. تمام، زي ما تشوفون الآن يا شباب زاد تقريبا بذي الطريقة يا شباب، يكون وصلنا لنهاية المقطع. ولا تنسونا يا شباب من لايك والاشتراك والاعجاب في القناة والنشر، ونشوفكم في مقاطع جديدة، ومع السلامة.